واش حنا كنباتوا فايقين كنقيلوا فايقين مالنا؟ ما حنا ماشي مسلمين، راه حنا حتى حنا مسلمين وحنا نتسناوه حتى يجي، وإلا ما جاش دابا نتسناوه حتى يجي حنا يطيحون يطيح لينا الدار، وهو يا مرتو ما كايناش هو ما كاينش، وحنا نتسناوه يجي يعطيوه حقه هو ويعطينا حقنا حنايا. والدار دابا تتريب، شتي في الليل تتبقى تتبقى تهبط، والله ما يقدر يبعث فيها شي واحد. ودابا تشاشوا باش كتحسوا بكل شيء؟ تنحسوا بالغضب. وحنا كنمشيو عند القائد ما بغاش يعطينا الحقوق ديالنا، كيقول لك اسيدي اسيدي تيخرج السيد من السجن ويدير المراه ديالو كونترا. انا سميتي قدور المصباحي، العمراني المصباحي، ساكن في حي بن زاكور، رقم الدار 5 والدار 25 والدرب 5. هاد المسؤولين ما تيجيوش ليها كاع، الا واحد هو اللي تيجي مول الضو، تيجي بهذا الشهر ما تيتاوقوش علينا. وحنا والله هذه ست ايام ما نعسنا، والله يجعل البركه في الملك، الله ينصرو، واخا نموتوا كاع الله ينصرو ويبعد عليه البلا. شنو المشكل اللي عندكم؟ المشكل اللي عندنا ما دايناهاش فينا هاد السلطه كاع، ما حاسبهاناش. علاش؟ تنمشيو نشكيو تيقول لك سير دابا نجيو، سير دابا نصيفطو، تيخرج السيد من الحبس، السيد مقبوض ومرتو راه مشات للمكناس اللي تمعت الريب، وهو مازال له شهر، وحنا اللي ولا مات في الحبس. واش نعاينوه؟ خايف انا صاحبي دابا دابا والله العظيم، هذه ساعتين ولا ساعه ونص حنا برا جالسين. شحال واحد ساكن في الدار؟ سته حنايا، سته البراطم هنايا. العائلات كاينه هنا من 30 ل 26. شنو الرساله تبغى توجه للمسؤولين؟ والله هداهم الله، الله هداهم سيدي ربي، وتيخافوا من الله، والله يهديهم يجيو ينقدونا هاد الناس هذا ينقدوهم. راه حنا صافي ناضيين، والله ما تدينا النعاس بالله. دابا الدريري الصغار، الدريري الصغير تيبغي يهرب لمو، تيقول والله لا نعس هنايا بالله، تيقول لا يطيح عليا الدار. انا بنتي دابا بنتي والله ما كاينه، ما عندناش حتى واحد ما عنده، حتى كان عندنا ما نجلسش فيها واخا يعطوني فيها المناير. انا هادي 3 سنين وانا جالس بلا خدمه. شتي سيدي ولك تمني، حنا كيمشيو عند القايد مشيو عنده غير البارح، قال لهم سيروا خرجوا ولا وانا ما بقيتش مسؤول عليكم. علاش ما بقيتش مسؤول عليا؟ قال لهم انا ما بقيتش مسؤول عليكم، انا ما نقدرش نزيد واحد الحاجه اللي ما نقدش عليها، ما يمكنش. وحنا عاوتاني ما يمكنش يضرب علينا الدار على 24 خالق وهي تبقى وراجلها يبقى، هما خارجين. كتحجم ما كتخافوش؟ حنا كنباتوا جالسين 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 كنباتوا، حنا جالسين من وقتاش من شفنا حي المحمدي، من شفنا حي المحمدي هذا الطلال وداك الشيء حنا كنباتوا جالسين. حنا الدار كترب علينا وحنا ما لقيناش فين نسكنوا، وحنا بولادنا باقيين في الزنقه، حنا انت تشوفوا فينا، وحنا حنا انت تشوفوا الناس عندنا، كاين المسكينه اللي راه هجاله، وكاين اللي ما عنده الصحه ثاني ما عندوش اللي يخدم عليه، وعنده السد ديال الدراري، وحنا الدار كتقطر علينا، انتم كتشوفوا الجيران كيشوفوا كلشي كيشوف. ها انتم حنا بيتنا برا في الزنقه ما كنرقدوا ما كيدينا نعاس ما والو، في الصباح كنلقاو القشرات هوادين علينا، عتنك سيق داك الشيء دير عمر هذاك مشيو لعند القايد. ها انتم شوفوا ما بغاش يعطينا الحقوق ديالنا، كيقول لك سيخرج السيد من السجن باش يدير معكم الوريقه باش داك الساعه غادي يعطيكم الحقوق ديالكم. ها انتم شوفوا الكورونا وبنادم ما عندوش فين يخدم، ما عنده فين يسكن، دابا تشوف حالتنا كي دايره. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.